يا مساء الخيرات، ايه الاخبار؟ عاملين ايه يا جماعه؟ كله تمام، يا رب الجميع بخير. هي ناس صحابي جم ينضفوا مدخل الايفون زي ما انت شايف كده، راحوا جايبين نظافه ودان او سلاكه ودان زي دي، وراحوا غارزين امها جوه وفضلوا يحشروا فيها وينضفوا، ويقول لك هنطلع اللي جوه. طيب ده عمل ايه او اثر على ايه؟ طبعا ده اثر على دايره الشحن جوه، لان انت جوه في سوست عباره زي مغناطيس كده، لما المدخل الشحن بيخش فبتبدا الثمان مغناطيسات اللي جوه يكلبشوا في قلب الشاحن. فانت لما حشرت سلكت الودان كده، فايه اللي حصل؟ السوسه دي وسعت، فما ابتدتش ان هي تشبك كويس، او المغناطيس يشبك كويس في الثمان خطوط النحاس بتوع مدخل الشحن. فالنهارده هعلمك ازاي بقى تنظف التليفون بتاعك، مدخل الشحن، السماعات الخارجيه، التراب اللي بيخش في ما بين الزرار السايلنت، ويعني السماعه الخارجيه والمايك ازاي تنظفهم بهدوء كده من غير ما تبوظ الدنيا. وبرده نفس الكلام الايربودز ازاي تنظفها، وهل في جهاز بينظفها اللي بنشوفه ده كويس ولا وحش؟ هنشوف مع بعض كده ايه الدنيا هتمشي معانا ازاي دلوقتي. طيب يا جماعه، احنا دلوقتي معانا ايفون ومعانا ايربودز، عايزين ننضفهم من غير ما نبوظ الدنيا. وسيبك بقى من الفيديوهات اللي موجوده على النت دي خالص، عشان انت في الاخر هتلاقي نفسك بوظت سماعه ولا مايك من غير ما تحس. خلينا مع الايفون لان هو ايه اصعب من السماعات. اول حاجه انت محتاج نظافه ودان، وهتحتاج فرشه سنان او اللي هي الفرشه الصغيره اللي بتيجي مع مكن الحلاقه، وهتحتاج برفان ما يكونش عليه زيت كتير، ما يكونش عليه ايه زيت كتير، يعني ما تجيبليش برفان مركبينه، ولا احنا عايزين برفان اللي هو ايه، يعني يا ريت يكون سبيرتو كمان بدل ما يكون برفان. تمام، وهنجيب الايفون. انت عشان تنظف المدخل بتنظفه بالفرشه بتاعت السنان او فرشه الحلاقه دي، بتدخل كل المداخل اللي انت شايفها هنا دي، بتبدا تدخلها جوه هنا بالطريقه دي وتنظف بقى والراحة كده، أو فرشة السنان لو التانية مش شغالة معاك كده. طيب عايز أحط الكحول، هتحط الكحول على الفرشة، وخلك بختين كده على طرف الفرشة اللي هيخش جوه، وهتنضف بالطريقة دي. دي الطريقة اللي بينضف بيها الفني بتاع الهواتف، أو تروح جايب بقى الفرشة من النص كده ومدخلها هنا كده ومنضف بقى كده. تمام، بس براحة طبعا عشان ما تبوظش الدنيا كده. أنت نضفت إيه المدخل، وكل مدى بقى لقيت الفرشه مش نظيفه او عليها اوساخ، فبتبدا ان انت ايه تنظف تاني واحده واحده كده لغايه لما ايه كل حاجه تنزل لو في جوه اي حاجه. نفس الكلام مع زرار السايلنت هنا، الاوتو فوكس مش سريع، نظف بالطريقه دي، اقفله، نظف بالطريقه دي، الموضوع سهل. نفس الكلام على مدخل السماعات، هترش لك رشه كمان مدخل السماعات التانية او المايك بقى السماعات للأذن. تمام، الطريقة دي. نفس الكلام برضو في المداخل دي، بالراحة كده تشيل كل التراب اللي عليها، لان هنا في مايك، اي مية اي سبرت واي حاجة يخش هنا الحتة الشمال دي هتضيع الدنيا، هيفصل منك. فانت بالراحة كده بالفرشة كده اهو، بس يا عم انت كده نظفت كل حاجة. وتجرب بقى مدخل الشحن معلق معاك لسه، نظف تاني، حط هنا ونظف، لسه معلق نظف تاني بس بالراحة، ما تتغشمش عليه، اياك ثم اياك تجيب نظافة ودان زي كده وتروح مدخلها هنا جوه. ليه بقى؟ لان ده مدخل الشحن، من جوه في 8 تروس سوست، فانت لما بتدخل دي السوست دي بتطلع لفوق تتفرد، فانت كده بتضعف من مدى تماسكها لما يدخل مدخل الشحن. ما ينفعش ان انت تدخل دي جوه، ما ينفعش، هي عايزه حاجه رفيعه زي فرشه السنان زي الفرشه الصغيره دي، ما ينفعش ان انت تدخل دي. دي بقى هنستخدمها فين؟ في السماعات الايربودز. تمام، احنا عندنا السماعتين بنشيلهم هنا، الموضوع بالنسبه لك بيكون بسيط شويه، خليها بعدين. خلينا في الاثنين دول. طبعا انت بتشوف هنا في الجناب دي هي اللي بيبقى فيها ايه كل المشاكل، وبيبقى فيها كل ايه، طبعا انا بنضف وداني كل يوم فمش هتلاقي حاجه كبيره يعني، بس في ناس اللي هي بيطلع لها شمع في الودان دي بتلاقي الحتت دي اصلا متروسه، يعني انت ممكن تفكر ان السماعه دي جديده، لا مش جديده، بس انا وداني كل يوم بغسلها وبنضفها بالسلكت الودان دي، فمش هيبان معانا ايه وساخه كتير. ولكن على اي حال بتروح جايب السلكت الودان دي كده مرفعها بالطريقه دي كده،
خلي لها بوز مدبب، رشتين كحول اللي عندك او البرفان، وبتبدأ تجيب السماعة تشوف فين الوساخة، فين الحتة اللي زي دي كده. شوف الحتة دي فيها هنا، هنا هنا لا هنا مفيش، هنا فيه. وبتبدأ ان انت بالراحة كده من غير طبعا ما تدخل اي برفان زيادة او كحول زيادة جوه، تبدأ تنظف. طبعا هتشوفه فوق في السن في حتة شمع صغيرة بالطريقة دي، نفس الكلام هنا بالراحة خالص بالطريقة دي. شوف هنا، هنا دي الأوساخ. طيب تحت نفس الكلام بالراحة بقى، هنا مش عايزين بقى برفان أصلا، هنا عايزين يعني شمة كده بسيط لأن ده المايك. بتنظف، تبدأ تشوف تلاقي الدنيا ايه زي جديدة، هي زيرو أكنها زيرو. وتنظف بقى من بره هنا لو في وساخة أو في حاجة. نفس الكلام السماعة التانية، تعمل نفس الكلام، نفس اللي عملناه الحركة بتاعت الترفيع دي كده، ورشة برفان كده اهو. في هنا اي حاجة؟ مفيش حاجة، في حاجات هنا بسيطة. نبدأ نمشي كده بالراحة، خد وقتك، ما تضغطش على الشرايح بتاعت السماعة اللي جوه دي عشان ما تخشش جوه منك. بالراحة بالطريقة دي كده، نفس الكلام هنا تمام، نفس الكلام تحت. ونضف السماعة من بره ومن جوه، بس السماعة رجعت تاني جديدة زيرو اهي. هي طبعا ما فيهاش حاجة، بس عشان انا وداني نضيفة. اما مثلا الناس اللي بتعرق اكتر، الناس اللي بتستخدمها في تراب في بتاع في مواقع، فهتلاقي السماعة اصعب من كده في التنظيف. فالموضوع مش صعب، الموضوع مش صعب. رجعت جديدة زيرو. نفس الكلام هنعمله هنا على علبة الشحن. نجيب سلكة الودان رشتين. هنا بقى عايز ترش براحتك جامد شوية عادي، مفيش مشكلة، عشان تجيب كل الحاجات اللي هنا دي وكل الحاجات اللي هنا دي واللي هنا واللي هنا بالراحة كده، واللي هنا عشان تمسح التروس او النحاس بتاع الشحن بتاعها بالطريقة دي. وتروح عامل الناحية التانية نفس الكلام، نشف بقى مكان الكحول بالطريقة دي. طبعا الكحول ده ريحته عاملة زي السوفاج بالظبط، ريحته جامدة. ايه دي الريحة دي؟ هي نفس علبة السوفاج بس بالطريقة دي. في ناس بقى تقول لك يا عم ده الجناب دي ما بتطلعش. الجناب دي صعب ان انت تخرج منها، صعب ان انت تخرج منها الاوساخ اللي انت شايفها دي، صعب بصراحة. خلينا نرجع الكاميرا كده شوية. صعب ان انت تخرج كل الحاجات دي، صعب، صعب الصراحة. هتحتاج بقى ان انت تجيب ادوات، ويعني انا جربت بصراحة حاجات كتير ما بتطلعش بسهولة، خصوصا الجناب اللي هي دي صعبة الصراحة، مش سهلة. بس انت على قد ما بتقدر تنظف كده الحتة اللي هي ايه تهمنا يعني، بحيث مبقاش فيها اي اوساخ. من بره نفس الكلام، من بره ممكن تجيب منديل وترش عليه كحول. هنا دي ماسكة مش عايزة تطلع. نضف كده مدخل السماعات الشحن لو هو مليان تراب. طبعا هو شكله جديد زيرو، بس يعني ما فيش مشكلة، تمس عليه كده مسة خفيف بس. بس يعني احنا كده خلصنا كل حاجة، رجعت زي الاول واحسن، من غير ما نبوظ بقى الايفون، من غير ما نبوظ بقى الايربودز. سماعتك شغالة تمام، شحنها تمام، كل حاجة تمام، والايفون شغال تمام، مدخل الشحن فيه شغال تمام، وكل شيء زي الفل. انت اهم حاجة بس ما تستخدمش اسلحة حادة، سكاكين، حاجات اللي هي بتخش في التليفون من هنا دي، دي اهم حاجة. بالراحة بالهداوة ما تدخلش ايه القطنة بتاعة الودان في الايفون. قطنة الودان نضف فيها بس السماعة بالراحة كده بعطر خفيف، ما يكونش متركب وفي زيت كتير، لا يكون كحول اكتر. فبس يا جماعة كده احنا خلصنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وطلعتوا معلومة من الفيديو. وبس كده نشوفكم في الفيديو اللي جاي.